الكلام دلوقتي على الايمجينج اوف ذا سيريبرو فاسكولار ستروكس، ودايما احنا بنقول لكل الكلينيشنز ان بدايه الفحوصات بتاعه السيريبرو فاسكولار ستروك والتروما لابد ان هي تكون بالسي تي علشان منعا لاخطاء كتيره جدا بتحصل. في مصر عندنا الام ار منتشر جامد جدا، ولما في حد من الاشخاص المهمين قوي زي المحافظ والوزير والحاجات اللي زي كده بيتعب، ما بيودوش على السي تي ولكن بيودوه مباشره على الام ار، اعتقادا منهم ان الام ار هو الوسيله المثلى لحل هذه المشاكل، وبتكون النتيجه ان بتطلع تشخيصات غلط كتيره لان الام ار ما هواش ذا فيرست ستيب فور evaluation of an acute patient اللي هم السيريبرو فاسكولار ستروك. الام ار وظيفته بعد كده اللي هي الحاجات الستيبل والتروما والتيومرز والحاجات اللي زي كده، لكن لو انت شاكك ان العيان ده هو في احتمال يكون عنده جلطه او نزيف، يبقى ده اكزامينيشن اوف تشويس بالنسبه له هو السي تي علشان ما تعملش مشاكل ولا غلطات. لو احنا بنستخدم السي تي فاحنا بنستخدم الفاظ معينه في التقرير بتاعنا اكيد انتوا بتقروها، فدايما نقول على حاجه هايبودنس وحاجه هايبردنس وحاجه ايزودنس. يعني وات دو وي مين بهذا الكلام؟ احنا عندنا الريفرنس بتاعنا هو البرين بارينكيما، الفحص اللي احنا بنعمله للبرين والريفرنس بتاعنا للبرين بارينكيما. الحاجه اللي هي مسوده عن البرين اسمها هايبودنس، يعني الدنسيتي بتاعتها اقل من الدنسيتي بتاعت البرين. الحاجه اللي مبيضه عن البرين بنسميها هايبر دنس، الحاجه اللي شبه البرين بالظبط بنسميها ايزودنس. فمثلا لو احنا بصينا على الصوره ديت كده ان يو كان سي الليجن هنا، والليجن دوت هايبودنس يعني اسود من البرين. في العيان تاني عنده ليجن ابيض من البرين فبنسميه هايبر دنس ليجن، والوصف دوت بيعني بعد كده ان الهايبر دنس ليجن غالبا هيكون انفاركشن والهايبر دنس ليجن غالبا هيكون نزيف دوت يعني تو ستارت ويز. اما في الفحص دوت هنا يو دونت سي ا ليجن ولكن شايف اثار الليجن. ايه هي اثار الليجن؟ ان الفنتريكل دوت مضغوط وراح الناحيه الثانيه اللي احنا بنسميها فنتريكولار كومبريشن وميد لاين شيفت. الحاجات ده هي بتقول ان في حاجه هنا لكن انت مش شايف حاجه هنا، ودوت اللي احنا بنسميه ايه؟ ايزودنس ليجن. ايزودنس ليجن دوت هيطلع انفاركشن، هيطلع هيموريج، هيطلع ولا ده ولا ده، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يبقى ده بس الترمينولوجي. طيب ليه الحاجه بتبان اسود من البرين وابيض من البرين والكلام ده كله؟ اللي احنا بنسميها ذا سي تي دنستي. السي تي دنستي بتتقاس بوحده اسمها الهاونس فيلد يونت. هاونس فيلد ده الراجل اللي اخترع السي تي، الراجل اللي صمم الماشين بتاعت السي تي اسمه هاونس فيلد. الوحدات لو انا جبت القلم بتاعي او الكرسر وحطيته على البرين بارينكيما المفروض بيقول لي الدنسيتي بتاعت البرين بارينكيما هي دي من 30 ل 40 هاونس فيلد يونت. معنى كده ان اي حاجه اقل من 30 هتطلع سودة بالنسبه للبرين، واي حاجه اكتر من 40 هتطلع بيضة بالنسبه للبرين، وال 30 40 دوت هو اللي هيطلع شبه الايه؟ شبه البرين بالظبط. في بقى ارقام كلنا حافظين، احنا بتوع الاشعه يعني كلنا حافظين، احنا عارفين ان الميه او السي اس اف الدنسيتي بتاعتها من 0 ل 15، وعارفين ان البرين اديما الدنسيتي بتاعتها 20، وان الانفاركشن الدنسيتي بتاعته 25، وان السيست غالبا بيقرا في الحدود ده هي طبقا للكونتنس بتاعته، والفات بيقرا بالماينس والهواء بيقرا بالماينس. كل دولت بيطلعوا اسود بالنسبه للايه؟ للبرين. فلو احنا جينا بصينا كده هتلاقي دوت ليجن اسود بالنسبه للبرين، وده برضو كوره سودة جوه البرين، لكن دوت انفاركشن وده سيست انسايد ذا برين. كويس. وبعدين في واحد تاني اهو مسود بس الحروف بتاعته مبيضيه، اند ذس از ذا تيومر. ايه اللي عرفنا احنا الكلام دوت؟ ان احنا عندنا قواعد ثابته بنمشي عليها، بس انا عاوز دلوقتي ان احنا نعرفه ان الحاجه اللي موجوده مسوديه عن البرين يبقى اسمها هايبودنس ليجن، الحاجه اللي مبيضيه عن البرين اسمها هايبردنس ليجن. اللي مسود في الغالب هيكون انفاركشن، واللي مبيض في الغالب هيكون هيمرج، كونسيرنينج ان احنا بنتعامل مع اكيوت كيس، يعني عيان ماشي داخل الحمام طب وقع وجاله بقه اتعوج ومش عارف الحاجات دي كلها، يبقى معنى كده شاكين يا اما عنده نزيف يا اما عنده جلطه، فالجلطه لونها اسود والنزيف لونه ابيض. ده الايه؟ البدايه بتاعتنا. طيب This is an example of a brain edema. ده الليجن
وبعدين في حواليه الليله لونها اسود كده. This is what we call the brain edema حوالين الليجن. And this is an infarction اللي هو مسود عن البرين بارينكما. And this is the cyst and this is the tumor اللي هو الحروف بتاعته بيضيه وكده. طيب نيجي الحاجات اللي ابيض من البرين. الحاجات اللي ابيض من البرين هتقرا الدنسيتي بتاعتها اكتر من 40. اشهر واحد فيهم على الاطلاق هو النزيف زي ما احنا اتفقنا. النزيف بيقرا من 60 ل 90، والكالسيوم، الكالسيوم جوه البرين بيقرا اكتر من 100، لان الكالسيوم زي العظم. الكالسيوم دايما حط في بالك ان الكالسيوم زي العظم. طب العظم بيطلع ايه في السي تي؟ ابيض، يبقى الكالسيوم ابيض. طب العظم بيطلع ايه في الام ار؟ اسود، يبقى الكالسيوم اسود. يبقى الكالسيوم اسود في الام ار زي العظم ما هو اسود، والكالسيوم ابيض في الام في السي تي زي العظم ما هو ايه؟ ما هو ابيض. This is an example of hemorrhage and this is an example of calcium. ايه الفرق بين الاثنين دولت وبعض؟ ايه الفرق؟ ان هنا هوت الكالسيوم على الناحيتين، مفيش نزيف بايلاترال سيمتريك، صح كده؟ مفيش نزيف بايلاترال سيمتريك. لو انا جبت الـ العلامه بتاعت القياس بتاعت السي تي وحطيتها هنا هيقرا من 60 ل 90، لو رحت حطيتها هنا لازم يقرا فوق ال 100 اللي هو دنسيتي عاليه جدا زي الايه؟ زي العظم. وبعدين العظم طبعا وبعض الانواع من التيومرز بتقرا دنسيتي اعلى من الايه؟ من البرين. طيب انا دلوقتي قلت لك لما يكون في ليجن انت مش شايفه بتعرفه بالاثار بتاعته. الاثار بتاعته اسمها ذا ماس افكت، ان في حاجه ماس موجوده جوه البرين انت يو دونت سي لكن عامله افكت. ايه هو الافكت ده؟ داست على الفنتركل وزقته الناحيه الثانيه اللي هم دول. فاحنا عندنا الماس افكت عباره عن نمره واحد الكورتيكال سلسايت مسحت. فين هي الكورتيكال سلساي؟ لو انا باصص على البرين ده هتلاقي خطوط صغيره كده مليانه سي اس اف، ديت هي الكورتيكال سلساي. على الناحيه بتاعه الليجن يو دونت سي ذا كورتيكال سلساي. ليه؟ لان البرين اتنفش يعني كبر كده في الحجم، وبالتالي التعريج اللي على السطح بتاعه اتمسحت كلها. الحاجه الثانيه ان الفنتريكل بقى كومبريسد، ممكن الفنتريكل يبقى كومبريسد بس ما يروحش الناحيه الثانيه، وديت ماس افكت اقل. لكن لو انا رسمت الميد لاين كده الفنتريكل المفروض يبقى موجود الناحيه دي راح الناحيه الثانيه، دوت اسمه ميد لاين شيفت. يبقى انا عندي ثلاثه درجات من الايه؟ من الماس افكت. اول واحد واخف واحد ان الكورتيكال سلسايت اتمسح، ثاني واحد ان الفنتريكل يبقى كومبريسد بس يفضل في مكان، ثالث واحد ان الفنتريكل يبقى كومبريسد ويروح الايه؟ الناحيه الثانيه. هم دولت الايه؟ ال 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 الماس افكت بتاعنا. طبعا الماس افكت بيعتمد على حاجتين اساسيتين، الليجن اللي موجود قد ايه؟ لو كان صغير ماس افكت صغير، لو كان كبير ماس افكت كبير. ممكن الليجن يبقى صغير بس حواليه برين اديما كتير قوي قوي قوي، فالليجن بيتحسب هو والاديما اللي حواليه. خلاص؟ لان عندي نوعين من الاديما، نوع اسمه مش مهم الاسامي، نوع حوالين الاستروك ونوع حوالين التيومر. اللي حوالين التيومر بيبقى عامل زي الشجره، بيسموه فينجر لايك. فينجر لايك. النوع اللي حوالين الاستروك بيبقى ريم، عامل زي الهاله كده اهوت حوالين فلو انا بصيت على النزيف ده هتلاقي فيه سواده كده صغيره حواليه. This is the edema اللي حوالين النزيف. الاديمه اللي حوالين النزيف والجلطه بتبقى ريم، لكن الاديمه اللي حوالين الاورام والتيومرز وده بتبقى شجره اسمها فينجر لايك. ودوت انا بستخدمه في ايه؟ لان بعض الاورام بيحصل جواها نزيف ويفضل العيان ماشي بيها ولا حاسس لحد لما يحصل نزيف جوه الورم. لما تيجي تعمل سي تي هتلاقي نزيف. ازاي هتعرف من فين بقى ان النزيف دوت نزيف عادي ولا نزيف جوه ورم؟ من شكل الإديمة اللي حواليه. لو كانت ريم يبقى دوت نزيف عادي، لو كانت شجره يبقى دوت نزيف جوه ايه؟ جوه الورم. طيب نيجي بقى لو احنا حقنا صبغه، ده مش الموضوع بتاعنا دلوقتي، اللي هو how to differentiate the tumors من بعضها. ان انا I inject contrast material وبعدين الاقي بقى ان الليجن اتصبغ كله بالصبغه يبقى في الغالب مننجيوما، حتت منه اتصبغت وحته لا يبقى في الغالب جلايوما، الحروف بتاعته هي اللي اتصبغت بس يبقى جلايوبلاستوما. الdifferential diagnosis of brain tumor is based على الصبغه. لكن الشغل بتاعنا احنا النهارده اللي هو السيريبرو فاسكولار ستروك ملوش دعوه خالص، ده عيان ان اكيوت ايمرجنسي جاي ركبته على السي تي ما حقنتش صبغه ما عملتش اي حاجه خالص، عملت سي تي عادي طلع لي حاجه سوداء او حاجه بيضاء. السوداء غالبا هتبقى جلطه والبيضاء غالبا هتبقى ايه؟ هتبقى نزيف. نيجي بقى ان النزيف
النزيف لو حصل جوه المخ بيحصل في انه مكان؟ في اماكن كتيره جدا بتحصل فيها النزيف جوه المخ. المكان الاولاني بره الديوره، المكان الثاني تحت الديوره، المكان الثالث تحت الاركنويد، المكان الرابع جوه البرين، المكان الخامس جوه الفنتركل. فاحنا انا راسم رسمه كده اهوت، لو احنا اللي منقرش ده هو دوت الايه السكال، بعد كده الخط الازرق دوت هو الديورة. فالنزيف الاولاني اللي هو الابيديورال هيحصل ما بين السكال وما بين الديورة، النزيف اللي بعديه هيحصل تحت الديورة وفوق الاركنويد اللي هي الحمراء دي يبقى اسمه سب ديورال، النزيف اللي بعديه هيحصل تحت الاركنويد فبيبقى اسمه ايه سب اركنويد. وهتلاحظ ان السب اركنويد هيمرج بيبقى داخل جوه الايه الكورتيكال سالساي، لان البياماتر لازق على السيرفس اوف ذا برين، مفيش فصل ما بينهم. وبعدين النزيف اللي بعد كده هيحصل inside the brain parenchyma، والنزيف الاخير هيحصل inside the ventricle. خلاص. طيب اول ما العيان يجي له نزيف بيكون لون النزيف ابيض، خلاص. بعد شويه لما يفوت على النزيف دوت اسبوعين او اسبوع يبتدي النزيف يقل في الدنسيتي بتاعته، يعني يروح ناحيه الاسود، وهو رايح من الابيض للاسود بيعدي على مرحله بيكون فيها شبه المخ بالظبط، صح كده؟ يبقى انا عندي ثلاث الوان للنزيف، الابيض اللي هو acute hemorrhage، الاسود اللي هو chronic hemorrhage، اللي شبه البرين بالظبط اسمه subacute hemorrhage، صح كده؟ يبقى انا عندي ثلاث انواع من النزيف، واحد ابيض acute، واحد اسود chronic، واحد شبه البرين بالظبط اسمه ايه subacute. طيب نيجي بقى الهيمورج اللي موجود في البرين. احنا عندنا الهيمورج اللي جوه نسيج المخ اسمه انترا اكزيال، والهيمورج اللي بره نسيج المخ اسمه اكسترا اكزيال. يبقى الاكزامبلز اللي الاكسترا اكزيال هيمورج نمره واحد ابيديورال، نمره اثنين سب ديورال، نمره ثلاثه سب اركنويد. الانترا اكزيال اللي هو جوه نسيج المخ انترا سيريبرال هيماتوما، انترا فنتريكال هيماتوما. اوكي كده معايا؟ طيب انا دلوقتي دوت البرين العادي اللي احنا شفناه من شويه، الفرونتال هورن والفنتريكل في سي اس اف والكورتيكال سالساي فيها سي اس اف والكلام كده. افرض ان انا عملت سي تي برين لقيت السي اس اف لون ابيض، يبقى معنى كده ان في نزيف في السي اس اف، النزيف اللي في السي اس اف اسمه سب اركنويد هيمرج، وده اسهل واحد فيهم على الاطلاق. لما تلاقي السي اس اف بدل ما يكون اسود بقى ابيض يبقى العيان عنده سب اركنويد هيمرج. خلاص؟ ديت اسهل واحده. طيب افرض بقى عملت سي تي وطلع كده، طلع بتاع بيضه كده اهوت، احنا عندنا ازاي تعرف ان النزيف دوت بره المخ ولا جوه المخ؟ فيه قاعده سهله جدا جدا جدا، اللي هي لو النزيف لازق في العظم وماشي بحذاء العظم، يعني سارح على العظم، يبقى النزيف دوت بره المخ. خلاص. لو هو متوسطا في وسط البرين، يعني في برين تيشو ما بينه وما بين العظم، يبقى ده هوت انتراسيريبرال انسايد ذا برين. طيب لو انا لقيت نزيف كده ماشي بحذاء عظم الجمجمه يبقى براها. براها يعني فين؟ يا اما ابيديورال يا اما سب ديورال، لان السب اركنويد خلاص احنا لقيناه عايم مع السي اس اف. ازاي افرق بقى ما بين الابيديورال وما بين السب ديورال؟ بطريقه سهله جدا. احنا دلوقتي عندنا ده نزيف ماشي مع السي اس اف، شايفين السي اس اف اللي هنا ده بقى لونه ابيض، وهنا اهوت بقى لونه ابيض، وفي بحيره دم موجوده هنا. البحيره ديت انت عارفين السب اركنويد هيمرج اشهر سبب ليه على الاطلاق رابشر اوف ان انتراكرينيال انيوريزم. الانيوريزم اول ما ينفجر يروح عامل حواليه بحيره دم، وبعدين يبتدي يسرح بقى مع الايه مع السي اس اف. فدوت مكان الانيوريزم اللي رابشر، وبعد كده ملا هنا اهو ده عيان تاني في هيمرج في الانتر هيمسفيريك فيشر، وفي هيمرج جوه الفنتركل. ليه؟ لان النزيف شر مع السي اس اف، والسي اس اف بيلف ويخش جوه الفنتركل ويطلع من جواه، يبقى يو اكسبكت ان يكون في انترا فنتركلر ايه انترا فنتركلر بلاد. طيب لو انت باصص هنا، ده نزيف ماشي بحيث عظم الجمجمه، وده نزيف ماشي بحيث عظم الجمجمه، ايه الفرق بين الاثنين دولت؟ واحد ابيديورال واحد سب ديورال. فين الابيديورال؟ ده هوت. فين السب ديورال؟ ده. عرفت ازاي؟ يو لوك تو ذا انر مارجن اوف ذا هيمورج، بص على الحرف الداخلي بتاع الهيمورج. لو كان الحرف الداخلي كونفكس يعني محدب كده هوت، يبقى ده ابيديورال. لو كان كونكيف يعني ماشي على السيرفس اوف ذا برين، يبقى دوت ايه سب ديورال. جت من فين الحكايه دي؟ انت عندك الديوره لازقه على العظم من جوه،
لو حصل نزيف ما بين الاثنين دولت، النزيف بيفصل الديورة من العظم، يعني بيبذل مجهود فظيع عشان يفصل الاثنين من بعض، فاسهل له ان هو يطلع لفوق ينزل لتحت، ولا يدوس على البرين بارينكيما اللي عامله زي البلوزه، يدوس على البرين بارينكيما الطريه، وبالتالي تلاقي النزيف بيكبر بالعرض بس ما يقدرش يكبر بالطول. اما اللي في الموجود في السب ديورال سبيس، السب ديورال سبيس واسع ولافف حوالين المخ دايرين داير، فما فيش داعي يدوس على المخ، بيكبر يكبر 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 ويلف حوالين المخ. يبقى اذا لما انا ابص على النزيف اللي ماشي بحز عظم الجمجمه، لو كان كونفكس كده يبقى دوت ايبيديورال، لو كان كونكيف كده يبقى ايه؟ سب ديورال. طيب نيجي هنا، ذس از ان ايبيديورال بلاد، اشهر علامه فيه هي كونفكس انر مارجن، النزيف ماشي بحيث عظم الجمجمه وليه كونفكس انر مارجن زي الرسمه اللي هي اللي مرسومه هنا بالظبط. طيب تيجي بقى، ادي نزيف ماشي بحيث عظم الجمجمه وكونكيف انر مارجن يعني سب ديورال. انت عندك بقى العيان اللي هو عنده سب ديورال هيماتوم، كويس، السب ديورال هيماتوم دي موجوده في سبيس واسع، مظبوط كده. طيب اللي بيجي له سب ديورال هيماتوما بيشتكي immediately ولا ممكن يستنى شويه؟ يستنى شوية. اشهر حاجه بتشوفوها عند كلينيكال بيقول لك عنده كرونيك سب ديورال هيماتوما. ليه؟ لانه اتخبط خبطه بسيطه ونزف شويه صغيرين، وبعد خبط خبطه بسيطه ونزف شويه صغيرين، فبتلاقي ان هو بيجي لك في الاخر خالص عنده دم من زمان، الدم اللي من زمان دوت لونه ايه؟ لونه اسود، علشان الدم الاكيوت بس هو الابيض. يبقى اذا العيان اللي هيجي له سب ديورال هيماتوما ممكن تشوفه في اي مرحله من المراحل الثلاثه، يا اما يكون اكيوت فتلاقي السب ديورال بيضة، يا اما يكون كرونيك فتلاقي السب ديورال سودا، يا اما يكون سب اكيوت فتلاقي السب ديورال شبه البرين. خلاص؟ يبقى اذا لو احنا بصينا كده، ادي سب ديورال بيضة، ادي سب ديورال سودا، ادي سب ديورال تقريبا شبه الايه؟ شبه البرين. عرفت ازاي ان 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 في هنا ليجن، ان الفنتريكل بتاع الناحيه دي مش موجود؟ ليه؟ متبطط خالص، متداس عليه بالايه؟ بالتا. طيب هل الايبيديورال هيماتوما ممكن يقعد يستنى لما يبقى سب اكيوت او كرونيك؟ لا. ليه؟ لان الايبيديورال هيماتوما بتعمل سيمتومز فظيعه بالذات لو كانت كبيره، بتخلي العيان يشتكي. طالما العيان اشتكى هيروح يعمل سي تي، هيكتشفوا الليجن، هيروحوا مفضيينه. لكن السب ديورال هيماتوما العيان ممكن ما يشتكيش، ولو قلت له انت اتخبطت ما يفتكرش، ويفضل كده كده لحد الدم ما يوصل لحجم معين، وبعدين يبتدي يشتكي، وبعدين نشوف الايه؟ السب ديورال هيماتوما. طيب لو احنا بصينا على الهيموريدج ده كده، تفتكر دوت هيموريدج ايبيديورال ولا سب ديورال؟ اخر كلام. ليه؟ طيب هو ليه كونفكس، صح، ليه كونفكس انر مارجن، صح كده. لكن انت لو سالت نفسك سؤال، الايبيديورال سبيس ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين العظم وما بين الديوره، مفيش عظم في النص، مفيش، خلي بالك، مفيش عظم في نص الجمجمه، يبقى مفيش ايبيديورال سبيس في النص، كل السبيس اللي موجود سب ديورال. يبقى اذا لما تلاقي هيماتوما متعلقه في الفيشر، يبقى ده هوت لابد يكون في ذا سب ديورال سبيس، لان مفيش ايبيديورال سبيس فين؟ في النص. هنا بقى الانتر سيربرال هيماتوما العاديه، بحيره دم موجوده فين؟ في وسط البرين. لو كانت البحيره الدم ديت موجود معاها فراكشر، يبقى دوت اسمه كونتيوجن، اللي هو بوست تروماتيك برين كونتيوجن. لو كانت بحيره دم وما معاش فراكشر ولا هيستوري اوف تروما، يبقى ده هو السيريبروفاسكولار ستروك، اللي هو الهيمورج العادي اللي احنا بنشوفه كل شويه في اس تي. الهيمورج العادي دوت بيبقى دايما قريب من الفنتركل، والفنتركل الوول بتاعه رفيع جدا جدا، فسهل قوي على الهيماتوما ان هي تروح خارمه الوول اوف ذا فنتركل وداخله جوه الايه؟ جوه الفنتركل، فتعمل نزيف جوه الايه؟ جوه الفنتركل. يبقى في حاجتين بيعملوا نزيف جوه الفنتركل، اول واحد منهم اللي هو سب اركنويد هيمرج، صح كده، نزيف ماشي مع السي اس اف. والحاجه الثانيه ان عيان عنده انترو سيربرال ميتوما وراحت دخلت جوه الايه؟ جوه الفنتركل. دولت الحاجتين اللي بيخلوا العيان عنده ايه؟ انترو فنتركل هيمرج. دي هيماتوما ما فيهاش انترو فنتركل هيمرج، ودي هيماتوما ثانيه فيها ايه؟ انترو فنتركلر هيمرج. الهيمرج زي ما انتم عارفين اتقل من السي اس اف، فالعيان نايم على ظهره، لو السي اس اف الهيمرج يروح نازل 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 لتحت وعامل زي فلويد ليفل كده اهوت في الاوكسيبيتال هورن بتاع الايه؟ بتاع الفنتركل. يبقى
الاسباب بتاعه الانترافنتريكولار هيموريج اللي هو انتراسيربرال هيماتوما خرمت الوول اوف ذا فنتريكل او سب اركنويد هيموريج ودخل مع السي اس اف انسايد ذا فنتريكل. نيجي بقى اللي احنا شايفينه دوت مين فيهم؟ ابيديورال بلاد. الابيديورال بلاد هو دايما اكيوت، يعني نادرا ما هتشوف الابيديورال هيماتوما وهي الوان تانية، لازم هتكون اكيوت لان العيان بيشتكي جامد بيروح يعمل فحص على طول وبتشوف الابيديورال هيماتوما ان ذا ايه ان ذا اكيوت ستيج زي ديت وزي ديت كده. طيب لكن السب ديورال هيماتوما هتشوف كل الاشكال بتاعتها، اكيوت سب ديورال هيماتوما كومبريشن اوف ذا فنتريكل راح الناحيه التانية، كرونيك سب ديورال هيماتوما، سب اكيوت سب ديورال ايه هيماتوما. طيب لو احنا بصينا على السي تي دوت كده وبعدين لقينا هيماتوما ماشيه كده بحذاء البرين، لكن الهيماتوما ديت فيها حته سودة وفيها حته بيضة اللي هو احنا بنسميه سيدمنتيشن ليفل، يعني البلاد بيرسب لتحت كويس. طيب الحته السودة معناها كرونيك بلاد والحته البيضة معناها اكيوت بلاد، هل تقول على الهيماتوما ديت اكيوت ولا كرونيك؟ تقول سب اكيوت. يبقى اذا الهيماتوما اللي هي شبه البرين بالظبط سب اكيوت، والهيماتوما اللي نصها ابيض ونصها اسود سب اكيوت. طيب والهيماتوما ديت اللي هي طويله كده فيها حتت سودا وحتت بيضاء وسيدمنتيشن ليفل سب اكيوت، اللي هي الخلطه الابيض على اسود تبقى ايه سب اكيوت، اللي لون البرين سب اكيوت، سيدمنتيشن ليفل سب اكيوت. يبقى اذا السب اكيوت هيماتوما سب اكيوت سب ديورال هيماتوما ليها ثلاثه ابييرنسز، واحد منهم شبه البرين ما انت شايفها، واحد تاني اللي هو سيدمنتيشن ليفل، واحد تالت اسود على ابيض، حته سودة على حته بيضاء على حته كده. تمام. طيب نيجي بقى لو انت جيت هنا بصيت على السي تي دوت كده ولقيت ان الفنتركل الناحيه دي كومبريسد والدنيا، فانت قلت اه لازم في ليجن، والليجن دوت انا مش شايفه، وانا عارف ان الليجن اللي مش شايفه هو الايه البلاد اللي في السب اكيوت ستيج، فانا بقول على طول ذس از سب اكيوت سب ديورال هيماتوم. ماشي معايا؟ طيب طلع ان في ليجن تاني وحيد، ليجن تاني وحيد بيعمل ماس افكت وما بيتشافش في السي تي، شبه السي تي بالظبط، اسمه انفلتريتنج جليوم، نوع من الجليومز بتسرح كده جوه البرين وتنفش المخ وتدوس على الفنتركل من غير ما تشوفها كويس. طب لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي ان ديت هي السب ديورال هيماتوما ودي الانفلتريتنج، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انت عارف ان نسيج المخ عباره عن تو كومبوننتس، الحاجه اللي جوه اسمها ده وايت ماتر والحاجه اللي بره اسمها ده جري ماتر او الكورتكس والمظله بتوع البرين، صح كده؟ وفي خط واضح ما بين الاثنين. ماشي. انا لما في هيماتوما تزق البرين كله لجوه تبوظ الخط دوت ولا تحتفظ بيه؟ تحتفظ بيه. لكن لما يكون في جليوما بتدمر المخ تبوظ الخط ولا تحتفظ بيه؟ تبوظ الخط دوت، اسمه ذا جري وايت ماتر انترفيس، the gray white matter interface. لو موجود يبقى subdural hematoma، لو راح يبقى infiltrating gliom. الكلام ده قبل الام ار ما يطلع والدنيا تحلو بالنسبه لنا. فانا لو احنا بصينا هنا هتلاقي الحته دي كلها كده الجري وايت ماتر انترفيس مش واضح، لكن هنا اهوت the gray white matter interface موجود وتحس ان كل المخ مزوق لجوه، يبقى ديت الهيماتوما وديت الجليوم. لكن بعد الام ار الموضوع سهل جدا، ادي الهيماتوما اهي واضحه جدا بره البرين، وادي الجليوما انفلتريتنج ذا برين بارينكما وسرحه ورايحه وكل حاجه، فرق واضح جدا ما بين الاثنين مش محتاج ان احنا نفصل فيه. تيجي بقى لما يكون في تيومر ونزف، لما يكون في تيومر ونزف زي الديبوزيت والجليوما والكلام ده كله، بفرق ازاي ما بين الهيماتوما العاديه والهيماتوما اللي في التيومر بشكل الإديمة. لو كانت الإديمة اللي حوالين الهيمر شجره يعني فينجر لايك يبقى دوت هيمرجينا تيومر، لو كانت الإديمة ريم يبقى دوت هيمورج ايه هيمورج عادي. وعلى فكره الاثنين بيبرزنت اكيوت، العيان عنده برين تيومر بيشتكي من شويه صداع وبعدين مره واحده حصل له نزيف يروح يجي له ستروك يعمل سي تي تلاقي الهيمورج. فلو انت ما لاحظتش الموضوع الإديمة ده هتشخصه ان هو هيمورج عادي وتلاقي العيان بقى كومبليكيتد ودخل مننا في متاهه ثانيه. لكن لو انت قلت للجراح من الاول ان ذس از هيمورج ان تيومر بيبتدي يستعد علشان يشيل الايه الهيمورج ان تيومر ده. نيجي كلام بقى بسيط على الانفاركشن. الانفاركشن عباره عن ايه؟ حته من المخ اتقطع عنها البلاد سبلاي،
كويس كده؟ الحتة اللي من المخ اتقطع عنها البلاد سبلاي فماتت فاتسودت بقت لونها ايه؟ لونها اسود. فتيجي الانفاركشن في علامات معينة. نمرة واحد لازم يكون في مسار ارتري اللي هو الارتري اللي اتسد وعملتها. وزمان يقول لك الانفاركشن عبارة عن مثلث والبيز بتاعته لبره والابكس لجوه والكلام ده كله. كل دوت كلام اكسبتبل وكل حاجة. لكن لو انا بصيت على السي تي دوت كده هتلاقي في حتة كبيرة قوي قوي كده هوت مسودية من الايه؟ من البرين برينكيما. طيب انا دلوقتي الانفاركشن لونه اسود والإديمة اللي حوالين الانفاركشن لونها برضو ايه؟ اسود. ازاي تقدر تعرف ان الانفاركشن دوت حواليه برين إديمة ولا ما حولهوش برين إديمة؟ ازاي؟ بالماس افكت. بالماس افكت صح كده. لان الانفاركشن بنفسه ما يقدرش يدوس على الفنتركل. ده حتة ماتت من المخ هتدوس على الفنتركل ليه؟ الا لو كان معاه برين إديمة فهيروح دايس على الفنتركل وعامل ماس افكت. يبقى الانفاركشن اللي عامل ماس افكت هو الانفاركشن اللي ايه؟ اللي معاه برين إديمة. والانفاركشن اللي معاه برين إديمة هو الاكيوت، صح كده؟ طيب لو احنا جينا بصينا كده ادي التلات انواع من الانفاركشن. واحد عامل ماس افكت على الفنتركل يبقى ايه؟ اكيوت. واحد اللي هو الكرونيك انفاركشن بعد الاريا اوف ذا برين ما ماتت وحصل فيها ليكوفاكشن ولوس اوف فوليوم، تلاقي الفنتركل اللي جنبها بدل ما يبقى مضغوط يبقى مشفوط، يعني دايليتد اكتر من الناحيه الثانيه. فلو انت لقيت انفاركشن والفنتركل اللي جنبه دايليتد تعرف ان دوت ايه؟ كرونيك. لو لقيت انفاركشن والفنتركل اللي جنبيه مضغوط يبقى دوت اكيوت. طب لو لقيت انفاركشن والفنتركل اللي جنبيه ملوش دعوه يبقى دوت سب اكيوت. خلاص يبقى دولت التلاتة انفاركشن، دوت الاكيوت ودوت الكرونيك ودوت السب اكيوت اللي هو سواده كبيره والفنتركل دوت شبه الايه؟ الفنتركل الثاني. طيب يبقى اذا هذا الانفاركشن لانه انه واحد فيهم دوت كرونيك. ليه؟ لان الفنتركل الناحيه دي از دايليتد. ازاي عرفت اقارن بالفنتركل الثاني دوت اكبر من ده ولا لا؟ اي نعم دوت اكبر من ده. طيب بعد فتره الدنيا هنا هتفضل تليكوفاي تليكوفاي والفنتركل يكبر 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 لحد الاثنين ما يفتحوا في بعض، يعني الانفاركشن بقى عباره عن بحيره مليانه ميه والفنتركل دايليتد قوي 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 والوول بتاع الفنتركل رقيق جدا جدا، الاثنين فتحوا في بعض. لما الاثنين يفتحوا في بعض اسمها بورينكيفالي او بورينكيفاليك سيست. بورينكيفاليك سيست معناها بحيره مليانه ميه متوصله بالايه؟ بالفنتريكل اليومن. دوت اسمه بورينكيفال. وبيحصل لما البرين يحصل فيه اي نوع من الدامج، سكندري تو تروما، سكندري تو انفكشن، سكندري تو انفاركشن، كل دوت في الاخر خالص خالص لما ليكوفاي يفتح على الفنتريكل ويبقى اسمه ايه؟ بورينكيفاليك سيست. نيجي هنا دوت في انفاركشن هنا كلنا شايفينه، لكن الفنتريكل ده قد ده، يبقى انا دلوقتي متعامل مع ذا سب اكيوت انفاركشن. وادي واحد تاني، ادي انفاركشن اهوت هنا اهوت. لو احنا بصينا ممكن حد يقول لك بس بص الاوكسيبيتال هورن ده اصغر شويه من ده، يعني معنى كده ان هو مضغوط سنه، يعني شويه اكيوت شويه اكيوت. وطبعا كلنا عارفين ان الكالسيفيكيشن دوت هو بتاع الايه؟ الكرويد بلكسس اللي موجوده في الايه؟ البنت. ايام زمان كان في حاجه اسمها انفاركشن ان ايفولوشن، معناه ايه؟ عيان جاله ستروك وراحوا شايلينه بسرعه عاملين له سي تي سكان طلع نورمال. طلع نورمال ليه؟ هو عنده جلطه والناس متاكده 100%، لكن البرين تيشو اللي مات لسه ما اسودش عشان يبان في السي تي. طيب امتى هيسود؟ اخر حاجه بالنسبه له 72 ساعه. اخر حاجه بالنسبه للبرين عشان يسود 72. لو بعد 72 ساعه ما بانش حاجه يبقى مفيش حاجه، يبقى واحد سايكيك، واحد مش عارف جوزها مزعلها، الكلام اللي انتوا عارفينه. لكن لو 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 في خلال الفتره ديت بان ليجن يبقى دوت اسمه انفاركشن ان ايفولوشن، يعني انفاركشن هيطلع. ودوت وان اكزامبل، ده عيان عمل عنده ستروك وعمل سي تي. يفترض لو انت بصيت على السي تي ده ان كان سي ليجن او يو سسبكت ذا سايت اوف ذا ليجن فور اكزامبل. انهي ناحيه؟ شمال ولا يس؟ اون ذا رايت سايد، يس فيري جود. يعني كان سي هنا اهوت حاجه يعني سي صوت خفيف موجوده هنا، زائد ان الفرونتال هورن دوت از كومبريسد بسيط. بعد اربع ايام
طلعت بقى الايه الانفاركشن الحقيقي. بس طبعا الترند ده مش المفروض ان هو في الكلينيكال براكتس، ان العيان، انت عارف ان العيان عنده ستروك وقاعد مستني لما تبان في السي تي، لا احنا بنبقى نشخص ان العيان عنده ستروك ونبتدي نشتغل بسرعه، لانك لو عملت دوبت الجلطه في خلال 6 ساعات ما يحصلش دامج للبرين ويبقى العيان عنده ريفرسبل دامج. لكن لو قعدت استنيت اكتر من 6 ساعات والبرين بقى اسود كده، خلاص مفيش امل ان هو يتظبط مره ثانيه. ده عيان، نعم عيان جاله جلطه وده الفول اب بتاعه. هنا كان يو سي ذا ليجن، كان يو سي ذا ليجن شمال او يمين؟ ليفت ليفت. في انهي حته بالظبط؟ انت يس في السالاماس وفي قرب الكوديت نيوكليس مظبوط. بعد يومين تاني ابتدى الانفاركشن يبقى واضح والماس افكت بتاعه يبقى واضح. بعد 6 ايام تانيين دي الصوره بتاعته. بعد بقى في فتره طويله بقى كرونيك وابتدى الفنتريكل يتشفط كده ويحصل ايه لوس اوف فوليوم زي ما احنا شايفين. في بقى انفاركشن اسمه هيموراجيك انفاركشن، يعني انفاركشن وفي هيمرج. طيب الاول ايه سببه بعدين ازاي نشخصه. احنا عندنا سببين للهيموراجيك انفاركشن. الاولاني ان الفين يتسد، يعني فينوس ثرومبوز. طيب الفين اتسد والارتري عمال يجيب بلد، الكابيلاريز بتبقى انجورجد باي ذا بلد، شويه من الكابيلاريز بتفرقع فتعمل نزيف جوه الانفاركشن. النوع الثاني ارتيريال امبوليزم، جت امبولس راحت مره واحده سدت الفيسل، بعد كده الجسم يبتدي يدوب في الثرومبس دي ولا في الامبولس لحد لما يعمل فيها خرم. اول ما تعمل فيها خرم يندفع البلاد بسرعه جامده جدا ثرو الخرم الضيق ده فيروح رابشرنج سام اوف ذا كابيلرز. يبقى دولت السببين بتوع الهيموراجيك انفاركشن، يا اما فينوس ثرومبوزس يا اما ارتيريال امبوليزم. بيبان ازاي بقى؟ بيبان انفاركشن كبير وجواه نقطتين ثلاثه هيمرج، انفاركشن كبير وجواه نقطتين ثلاثه هيمرج. دوت مختلف تماما عن الهيمرج اللي حواليه برين اديما، لان الهيمرج بيبقى كتير قوي والبرين اديما اللي حواليه عباره عن ايه ريم سودا صغير. النوع الثاني من الانفاركشن اسمه لاكيونر، لاكيونر انفاركشن يعني انفاركشن اقل من سنتي. فهنا مثلا ذيس ار تو اكزامبلز اوف لاكيونر انفاركشن، ودوت واحد كمان لاكيونر انفاركشن في الثالاموس. دولت الانفاركشن اللي اقل من سنتي بنسميه لاكيونر انفاركشن. لما اللاكيونر انفاركشنز دي تكتر قوي 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 بتعمل ديزيز في الوايت ماتر. شايفين احنا الوايت ماتر ديت كلها سودا ازاي؟ ده سبب ايه؟ ischemic changes in the white matter and many 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 lacunar infarction. دوت اسمه subcortical arteriosclerotic encephalopathy. الديزيز دوت موجود في الناس الكبار في السن اللي عندهم hypertension وعندهم diabetes او عندهم واحد من الاثنين. بتلاقي ان الوايت ماتر بقت ischemic لان في كميه ضخمه جدا من الانفاركشنز بقت موجوده in the white matter. And you can compare the normal white matter بالوايت ماتر اللي هي فيها نوع من الاسكيم. مالتيبل انفاركشنز، ممكن عيان يجي له انفاركشنز في نفس الوقت ودوت نتيجه ارتيريال امبوليزم، او جاله واحد وبعدين جاله واحد تاني بعدها بفتره. فبتلاقي الانفاركشن الكرونيك لونه اسود قوي وشافط الفنتركل عليه، والانفاركشن الاكيوت لونه اسود فاتح ودايس على الايه الفنتركل اللي جنبيه. then this is acute and this is a chronic infarction. لو احنا بصينا على الانفاركشن دوت بتقول عليه اكيوت ولا سب اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. ليه كرونيك؟ لان الفنتريكل مشروط عليه. طيب الكرونيك انفاركشن دوت جواه خطوط وبقع بيضه كده، هل معقوله ان في كرونيك انفاركشن وجواه اكيوت هيمرج؟ ما تنفعش الاثنين مع بعض. لكن في انفاركشن ممكن يحصل فيه كالسيفيكيشن، يبقى انفاركشن قديم قوي 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 وبعدين جه جواه ايه جواه كالسيوم. فلما تلاقي انفاركشن وتلاقي جواه نقط بيضه تشوف الفنتركل اللي جنبيه، لو كان مضغوط يبقى دوت هيموراجيك انفاركشن، لو كان مشفوط يبقى ده هو ايه انفاركشن كرونيك وفيه كالسيفيكيشن. خش على الاسئله. ها ده كونفكس انر مارجن، يبقى ده هوت ايه اكيوت ايبيديورال هيماتوما على الناحيه اليمين، اكيوت ايبيديورال هيماتوما. اوكي طيب
الاول صبر جميل. Do you see the hemorrhage? No. Okay. What do you see? And you see a mass effect only. You see the mass effect that the ventricle is compressed and shifted in ناحية تانية. بإذن you see an isodense lesion and you don't see the lesion itself. You see the mass effect. إيه الحل؟ No. This is the white matter. This is the white matter of the brain and this is the gray white matter interface and the ventricle is compressed وراح الناحية التانية. إيه اللي هيعمل كده؟ حاجة من اثنين. يا إما السب أكيوت سب دورال هيماتوما يا إما انفلتريتنج جليوم. بما إن الجري وايت ماتر انترفيس موجود يبقى معنى كده إن إحنا بنتعامل مع مين؟ مع سب أكيوت سب دورال هيماتوما. تمام؟ طيب بص على الحالة دي. شمال ولا يمين؟ شمال. يمين؟ شمال. شمال. And يمين. They are bilateral. واحدة وطبعا انت عارف العيانين عندهم subdural hematoma سهل قوي يكون عندهم bilateral hematoma لكن الابيدural لا subdural اه. فهنا هوت ديت subdural hematoma كبيرة وديت subdural hematoma اصغر شوية. acute ولا chronic؟ yes sub acute. ليه؟ لان فيها sedimentation level فيها نصها اسود نصها ابيض والتانية الحتة كبيرة سودة وحتة صغيرة ايه بيضة. this is bilateral sub acute subdural hematoma. طيب دوت ها yes this is infarction صح. which one بقى في الانفاركشنات acute ولا sub acute ولا chronic؟ look to the ventricle. look to the ventricle. هل الventricle دوت قد ده؟ ده اصغر يبقى فيه mass effect يبقى دهوت ايه؟ يبقى دهوت acute. طيب acute and maybe there is some hemorrhagic component inside. حد هيسأل نفسه سؤال ازاي انت you can discriminate ما بين الهيماتوما الكرونيك وما بين الانفاركشن الاكيوت صح كده؟ معايا في السؤال دوت؟ طيب من تاني الهيماتوما الكرونيك لونها ايه؟ اسود وعاملة ماس افكت ولا مش عاملة؟ لا 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 الهيماتوما is a space occupying lesion سواء كانت acute او sub acute او chronic is a space occupying lesion لكن الانفاركشن هو اللي بيعمل mass effect او ما يعملش. الهيماتوما سواء كانت acute او sub acute او chronic لازم تعمل mass effect خلاص. الكرونيك هيماتوما لونها اسود وعامله mass effect والانفاركشن الاكيوت لونه ايه؟ يا جماعة الانفاركشن مفوش ابيض خالص الانفاركشن كله اسود. الانفاركشن اسود وعامل ماس افكت والكرونيك هيماتوما سودا وعامل ماس افكت. ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ ازاي تميز بين يعني انا بقولك دوت انفاركشن مش هيماتوما صح؟ دوت انفاركشن مش هيماتوما. الاسهل طريقة على الاطلاق الانفاركشن بيلمس الفنتركل والهيماتوما نيفر تلمس الفنتركل. ليه؟ كل ما الهيماتوما تكبر كل لما تدوس على الفنتركل الناحية التانية لكن الانفاركشن كل ما يكبر يلزق في الايه؟ يلزق في الفنتركل. لما تلاقي ليجن لازق في الفنتركل يبقى دوت ايه؟ يعني انفاركشن. This is acute infarction. طيب ده هوت بص يا جماعة انت شايف ليجن لونه ايه دلوقتي؟ اسود صح كده؟ ليجن لونه اسود كويس؟ عامل ماس افكت ولا مش عامل؟ عامل ماس افكت. وصل للفنتركل ولا مش واصل؟ يبقى دوت ايه؟ acute infarction. acute infarction. طيب ها انهي واحد ده؟ subdural hematoma انهي نوع في السي تي دوت كده؟ انهي نوع في السي تي؟ الاكيوت لونه ابيض والكرونيك لونه اسود والسب اكيوت شبه البرين. تختار ايه؟ سب اكيوت شبه البرين. طيب سيبك من الام ار دوت انفاركشن انهي واحد في الانفاركشنات؟ acute ولا sub acute ولا chronic compare between the ventricular size الشمال واليمين.
اذا كان الاثنين قد بعض يبقى سب اكيوت، لو كان ده مضغوط شويه يبقى اكيوت، مضغوط شويه مش مضغوط. يعني اللي حد شاف كده وحد شاف كده. اوكي طيب دي سي ديليجن، ها شمال ولا يمين؟ شمال. ها الهيمر الليجن اهوت في الحته ديت، ده اكسترا اكزيل ولا انترا اكزيل؟ اكسترا، لازق في العظم. كويس، يبقى يا اما اي بي يا اما سب، تختار ايه؟ ابيديورال علشان انر بوردر از كونفكس. اوكي ذس از ابيديورال هيماتوم. اوكي ها ده انفاركشن ولا سب ديورال هيماتوما؟ كرونيك سب ديورال هيماتوما. الهيماتوما نيفر تاتش ذا فنتريكل، اند يو سي ذس از ذا هيماتوما اند ذس از ذا فنتريكل ويتش از كومبرست. This is chronic subdural hematoma. That what? يا جماعة ال infarction بيلمس ال ventricle. This is the lesion شمال ولا يمين؟ To start with يمين. كويس؟ لونه ايه؟ تقريبا شبه البرين. And there is a mass effect. And this is a subacute subdural hematoma. طيب ها اخر كلام، epidural hematoma صح؟ epidural hematoma ليه؟ عشان ال inner border بتاعها is convex. طيب acute epidural no this is غلط، this is epidural hematoma is not subdural hematoma. طيب do you see the lesion فين؟ على اليمين والشمال. الهيمرج موجود مع سي اس اف صح كده، موجود في الانتر هيمسفيريك فيشر، موجود هنا موجود هنا موجود هنا، وكذلك في الفنتريكلز. يبقى ده هوت سب اركنويد هيمرج ومعاه انترا فنتريكولار هيمرج. طيب الليجن انهي ناحيه؟ ها انترا سيريبرال هيماتوما شمال ولا يمين؟ شمال، ومعاها انترا فنتريكولار هيمرج. ادي الهيماتوما انسايد ذا برين، وبعدين هيمرج انسايد ذا فنتريكلز اللي هو نازل تحت وعامل سيدمنتيشن ليفل، وده طبعا كالسيفيكيشن ان ذا كرويد بليكسس زي ما انت عارف. انترا سيريبرال هيماتوما على ناحيه الشمال ومعاها انترا فنتريكولار هيمرج. هذا وبالله.